مسلسلات النص الثاني من رمضان. مسلسل جودر ياسر جلال، وقصة المسلسل هو جزء من ألف ليلة وليلة، وده دراما فانتازي. المسلسل الثاني هو خالد نور وولده نور خالد، كوميديا فانتازيا غريبة عجيبة هتموتك بالضحك. أنا أتوقع كده، ده بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو، حيتان الكوميديا. كمان هنشوف نيلي كريم في فراولة وعلوم الطاقة بقى كده ونشوف الطالع ونقرا الفنجان والحاجات دي. بس أنا حاسس إن الموضوع فيه نصباية بدون سابق إنذار، آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وده مسلسل أسر اجتماعي بيتكلم إن هما طفلهم هيكتشف إنه مريض سرطان، فيا ترى حياتهم هتبقى عاملة إزاي. النص التاني من رمضان هنشوف ياسمين صبري في رحيل، والكل عشاق محمد عادل إمام هيجينا في كوبرا، وهو دراما شعبية. كمان هنشوف مسلسل بقينا اتنين، شريف منير ورانيا يوسف، والمسلسل بيدور في إطار من الدراما الاجتماعية الخفيفة. وكمان هنشوف السنة دي في رمضان مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين. المسلسل ده هيكون بيمس القضية الفلسطينية بشكل مباشر، وهو بيتكلم عن الانتفاضة الثانية سنة 2000. أنا بقى مستني في النص الثاني من رمضان مسلسلين، جودر وخالد نور وولده نور خالد. أنتوا بقى مستنيين إيه؟